هناخد برنامج قريب جدا من البرنامج اللي احنا عملناه من شويه، الغرض ان انا اكد بس شويه معلومات وفي نفس الوقت اتعرض لبعض الحاجات. يعني هو عباره عن زي اللي فات بس احنا بناكد شويه حاجات. يعني صمم برنامج يدخل فيه المستخدم رقم ويظهر للبرنامج رساله تفيد هل هذا الرقم موجب بوزيتيف ام سالب نيجاتيف. قريب قوي من فكره الاود والايفن، صح؟ طيب على العموم لو فكرنا في الاكزامبل ده هنلاقي نفسنا ان احنا قريبين جدا قريبين جدا من اللي احنا حليناه قبل كده، صح ولا ايه؟ يعني ممكن نعمل الالجوريزم على السريع. عايز اعمل حاجه على السريع المره دي، فهقول له والله عندنا الانبوتس اول عمليه، هقول له سوري يعني هو في كبرد منها. ماشي، ريد ال ان او ده الانبوت الوحيد البروسيسنج بتاعتي اللي هيتم. اقول والله انا عندي اف ان ال ان او عايز نقول زوجي وفردي، وطبعا طول ما الرقم اكبر من او يساوي الزيرو من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 هعتبر ده موجب، وسالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 هعتبر دول سالب، رغم ان خد بالك الصفر محايد يعني ولا هو موجب ولا سالب. يعني المفروض لو اكبر من بتاع الصفر فهو موجب، واصغر من الصفر ده سالب، والصفر لوحده قصه ثانيه. ده اللي هسيب لكم الحته دي كده في الايه؟ في الاسايمنت ان شاء الله. لكن انا بس هعتبر ان الصفر دلوقتي او هعتبرها كده. خلينا كده. طبعا لو كان انه اكبر من الصفر فهقول ان المسج اللي هطلعها او هعمل ايه؟ المسج هتبقى بتساوي بوزيتيف. صح ولا ايه؟ دي اللي هي بنسميها احنا الزن. يعني يبقى اذا المسج بتساوي بوزيتيف. الالس هتبقى المسج بتساوي طبعا نيجاتيف، صح؟ صحيح. وفي الاخر هيبقى عندنا عمليه الاوتبوت، ودي الخطوه رقم 3، ان انا هقول له والله انا عايزك تديسبلاي تعرض لي المسج اللي احنا وصلنا له وخلصنا. وعشان نعمل دوت كفلوت شارت، فيعني في الموضوع الفلوت شارت بتاعتنا القديمه اهي مش فيها مشكله خالص لو علمنا على كل الحاجات الحلوه اللي فيها دي، واخدنا كوبي وجينا في صفحه تانية كده نعنين بيست، كلام جميل جدا، وقمنا قايلين والله ان او كل حاجه تمام. هو وصل الحاجات بالحاجات يا راجل. طيب على العموم التوصيله اللي انت عاملها لنا دي شكرا مش عايزينها، وقفت عليها وعملت ديليت ان او، بس انا الشرط بتاعي يا شباب اختلف، ما بقاش ان ال ان او مودولس 2، انا بقى عندي اختلاف في الكلام ده. انا كل الفكره عندي ان ان او لازم تكون اكبر من الصفر، يبقى ساعتها المسج ان دي مش ايفن، هقول ديت بوزيتيف، وفي الفولس هقول ان دي نيجاتيف. وفي الاخر هطبع الايه؟ المسج. تقريبا هي كده ما فيهاش فيها تعديل. طبعا ممكن برضو اكسبورت الايمج دي اسميها بوزيتيف نيجاتيف. طيب كده اتخرجت كصوره. بالنسبه للكود تقريبا يعني الكود قريب جدا، ممكن اسيف سيف از واخلي دوت 22، قال له انتر نمبر ذا ان او. هنا لو كان الشرط بتاع الاول ان او مودولس 2، لا هقول له لا، عندي ان الان او لو اكبر من الصفر. خد بالكم اكبر من الصفر دي بنسميها، انتوا فاكرين بيساوي يساوي كنا اتكلمنا عليها بس ما وضحناهاش قوي، بس قلنا بس هي مقارنه. بيقول لي لا، نفس الكلام ان او اكبر من الصفر، يقول لي الان او فعلا اكبر من الصفر، يقول لي لا.
فلو كان اه هياخد الحتة اللي هنا، فهنقول له ساعتها بوزيتيف، else هقول له نيجاتيف، وفي الاخر اطبع له الايه المسج دي، تعالى في 5 قال لي دخل رقم 33، قال لي ده بوزيتيف، ده كلام سليم. طيب قلت له ده، قال لي دخل رقم تاني، قلت له سالب 20، زي ما انتم شايفين قال لي الكلام ده نيجاتيف، صح ولا لا؟ نيجاتيف، كلام سليم. طيب الحته دي انا عايزكم تبقوا تصلحوها في الاسايمنت بتاعكم. لو انا دخلت صفر هيقول لي ايه؟ هيقول لي نيجاتيف، صحيح؟ لان الرقم ما هوش اكبر من الايه؟ من الصفر. الصفر مش اكبر من الصفر، فايلس فولس، فيقوم داخل على مين؟ على النيجاتيف. ده كلام سليم. يعني لو جينا هنا اهو قال نيجاتيف، طبعا ده كلام سليم ككود، لكن احنا عايزك طبعا تحاول تقول لي لا، لو كان نيجاتيف يقول لي نيجاتيف، لو كان بوزيتيف يقول لي بوزيتيف، لو كان صفر يقول لي زيرو. هسيبها دي، بس طبعا انا كنت عايز اناقش ايه في الكلام ده، او انا ليه اصلا ذكرت الكلام ده، عشان اقول ان في عندي نوع جديد من انواع ال بتاع الاوبريتورز. لو رجعنا كده للسلايد بتاعت الاوبريتورز، طبعا احنا اتكلمنا كده على اسماء الاوبريتور والاريثماتيك والسترينج كونكاتينيشن والكونديشنال اوبريتورز، وطبعا الماث اوبجكت اتعرضنا ليه واتكلمنا على حاجات كتير فيه، يعني مش خدناهمش كلهم طبعا، انت بس عارف ان هم موجودين، لكن اتعرضنا اكتر من حاجه فيه. دول كلهم طبعا الماث اوبجكت. والاساينمنت اوبريتور احنا اخدنا فيهم بيساوي، اللي هي اكس بتساوي، طب معلش نقولهم، اكس بتساوي واي، معناها اكس بتساوي واي، يعني هاخد قيمه الواي واحطها جوه الاكس، مفهومه. ممكن ادمج او مقال زائد بيساوي، فمعناها ايه بقى؟ اكس زائد بيساوي واي معناها اكس، اللي هي بنكتبها كده اكس بتساوي الاكس بلس واي. فكده معناها مثلا لو اكس ب 3، خلينا نقول دايما اكس ب 3 وواي ب 5، بقى معناها ايه؟ او 3 و 2، ماشي 3 و 2، الاكس ب 3 والواي ب 2، فمعناها اكس بتساوي اكس اللي هي 3 زائد الواي اللي هي ب 2، يبقى كله كام؟ 5. ممكن تختصرها كده اكس زائد بتساوي واي، اكنك بتقول ايه؟ اكس هي هي وزود عليها ال 2، فال 3 وزود عليها 2 تطلع الاكس بكام؟ ب 5. ده شكل مختصر يعني. نفس الكلام اقول اكس بتساوي 3 ناقص 2 تبقى بايه؟ بواحد. نفس الشكل المختصر اكس ناقص بيساوي واي، وهكذا مع الضرب والقسمه والباقي الريمايندر والاس والايه والفلور ديفيجن، كلهم نفس الفكره يعني، بس دول شكل مختصر، هم الشكل العادي بتاعنا القديم. فاحنا تعرضنا للاسايمنت اوبريتور، بس تعرضنا لده، فده برضو تبقى عارف ان دي اشكال مختصره خلاص بتدمج ما بين الاريثماتيك اوبريتورز، ها، اللي هي احنا اخذناها اللي هي عوامل الرياضيه الحسابيه العاديه دي، اللي هي زائد والناقص والضرب والقسمه وباقي القسمه الصحيحه والقسمه الصحيحه والاس والايكوال اللي هي بتاعتنا اللي هو الاسايمنت، ماشي؟ حلو جدا. في عوامل تانية زي الكومباريزون اوبريتور. ايه الكومباريزون اوبريتور اللي عندنا؟ احنا اخذنا ايكوال ايكوال وقلنا دي معناها ايكوال تو، ويقول لي اه يا لا، يا ترو يا فولس. في لا يساوي اللي هي دي او دي، يعني ممكن تحط علامتين اكبر من واصغر من قصاد بعض، او علامه تعجب وبيساوي، الاثنين معناهم نوت ايكوال. فيقول لك نوت ايكوال، يقول لك يا اه يا لا، يا ما بيساووش بعض يا بيساووا بعض، فاهمني؟ يعني بيرد باه لا، واكبر من جريتر ذان وليس ذان، وعندي جريتر ذان اور ايكوال، وعندي ليس ذان اور ايه اور ايكوال. دي عوامل الكومباريزون اوبريتور اللي موجوده، احنا اتعرضنا منها دلوقتي الاثنين، لكن ادي الباقي.